السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. ما تلاحظوا شيء أن قضية الأغبري طالت؟ ما تشعروش بالشعور اللي نشعر به أن في يعني نوع من الإنة، أن في نوع من الإنة في القضية؟ ما تحسوا شيء أن فيها ملعبة؟ ما تشعروش أنهم يطولوا الأمر بحيث أن الناس تنسى وأن الناس تسكت بعدين يفصلوا؟ أنا أشعر بهذا الشعور للأمانة، والله أنا أشعر بهذا الشعور. طالت القضية، ما عليك محتاجة أدلة من المريخ. نعم يعني تأخذ القضايا يأخذ مجراها، وكل شيء يعني يمشي في طريقه، لكن قد الأدلة كلها بين أيديهم من فيديوهات المجرمين والكاميرا والاعترافات وكل حاجة. They did it، يعني قاموا بالجريمة، فعلوا بالجريمة. ليش العصيد والمرق والحلبة عادكم بتحلبوها وتعصطوها؟ تعرفوا حق المعرفة ان ايش؟ ان هؤلاء مجرمين وان عبد الله الاغبري مظلوم، ايا كان عمل عبد الله الاغبري الله يرحمه ويغفر له، لا تقول استادة ولا بدا، مهما كانت فعلته انه لا توصل الجريمة الى حد القتل، قتلوا يقتلوا. لو اخذ عليهم بنك وحاشا وكلا اخذ، لكن من باب ايش؟ طرح الافتراضيات. حاشا وكلا توصل له هذه الجريمه، يعني مهما فعلوا. يا جماعه الخير، اخوه طبعا انا بطرح لكم الفيديو حق اخوه يناشد الشعب اليمني ويناشد وزير العدل ويناشد المجلس السياسي في صنعاء ويناشد القضاء انه يتدخل يعني في القضيه حق عبد الله الاغبري. انا ما اشتيش ادخلها من باب المناطقيه ولا من باب العنصريه. عبد الله الاغبري يعني من تعز ذاك من هناك ذاك من مدري ذاك، ما اشيش ادخل لها من طريقه العنصريه، ولا يبدو ان فيها من هذا الشيء. لا حد الان ولا هذا الساعه ما زالوا يعرضوا على الاخ وهيب اخو عبد الله الاغبري الاموال الطائله للعفو او لالغاء المحكوميه. مش كل الناس نفسكم، مش كل الناس هين مثلكم، تقتل ولده ولا اخو ودة لارس بقر، ان عفا يعفي لوجه الله. وان طالب يطالب بالقصاص بشرع الله. ما عاد حدا بيبزي راس بقر الذي يهين انه ما يهجر ويحكم الا قليل الاصل. قلدني الله ما يهجر الا قليل الاصل. اعف ولا عاد يقبل الديه الا مكسور ناموس. اعف لوجه الله ولا طالبت بالحق. ما عاد حدا يعني خلاص يقتل لك فلان وتعدم يعني حياته وترمل مرته وتتم اطفاله وتذكل امه وتعدم حياته واصدقاء واصحاب واهل وتوجع لك شعب كامل. قدر عبد الله الغبري وترجع ايش؟ تدي راس بقر على ابوك. ما عاد ايش يتكلم ولا عاد ايش تيسي القدوه زيدنا بها. فنطالب من الاخوه الناشطين والاعلاميين، القضيه لما كانت قضيه راي عام والكل يتكلم ويتحاكى، بسم الله الرحمن ما جلسوا اسبوع الا وجدهم بدخالهم كلهم. والان لان الناس همدت وبردت الناس، طالت القضيه، طال امد القضيه بحيث انه تنسى نهائيا، وما عاد يتداول هاش الاعلام ولا رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا بسم الله الرحمن ارقام على انه التنازل. عبد الله الاغبري في رقبه كل يمني، والقضيه هذه قضيتنا كلنا، بيت الاغبري كلنا من بيت الاغبري الشعب اليمني كامل. وعلينا وعلى ذلك انه يجب على كل من في قلبه ذره ايمان وذره خوف. اليوم عند عبد الله الاغبري، بكره والله في داخل بيتك. اليوم اذا ما تكلمت على قضيه التحرش هذا، بكره عند اختك. اذا ما تكلمت على السرقه هذا، بكره داخل بيتك. اذا ما تكلمت على الظلم هذا، بكره اي ظلم اخوك ولا ولدك. بكره اذا اليوم اذا ما تكلمت على مقتل الفلان هذا المظلوم المسكين، بكره اخوك ولا ولدك ولا ابن عمك ولا نفسك. لا تسكت على اي جريمه. فما امسى في دارك اصبح، يعني ما امسى في جارك اصبح في دارك. مثل عربي يتداول الى قيام الساعه. ما امسى في جارك اصبح في دارك. لا تسكت. عبد الله بز تلفون، عبد الله خبى دواكر، عبد الله مدريش، مهما فعل مهما سوى، لو نفترض انه عمل هذا لكل انه ما توصلش الجريمه. انك تقتل ابن رجال قدامك ينازع وتضربه اكثر من 680 جلده، لو ضرب بها ابل او فيل لسقط على الارض من اول وهله او من اول 100 جلده، وهذا ما يقارب ال 700 جلده. صور له عبد الله عندي الله يرحمه ويغفر له، هذا كله احمر، احمر مثل هذا البوك هذا. وهان له وارجله ويداته، ضربه ضرب كيبلات. انعسروا من الله، انعسروا من عذاب الله. لهذا انا طالب الاخوه
الناشطين والاعلاميين تقول لي يا مسمري تدخل تراسلني يا مسمري تكلم. لا يا اخي ما فيش كلام يا مسمري، انا اوصل رساله بعيني واتكلم، لكن انت يجب عليك تتكلم، اكتب منشور، سجل فيديو، طالب، ما تشكلكم، ما تكونش على شخص. تمام، هذا اللي حبيت اوصله. والان استمعوا الى قضيه اخوه او اخو وهيب، اخو الشهيد الاغبري، كيف يتكلم يعني ويقول لك طالت القضيه وفي عروض واموال بتعرض لهم. تابعوا بعدين ان شاء الله خير. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، عقدت اليوم الجلسه الثالثه في محكمه الاستئناف بقضيه الشهيد عبد الله الغبري. كان مقررات الجلسه السابقه في يوم 21 السبت الماضي، في يوم 21/11 مقررات الجلسه انه تم الاطلاع على القضيه وسوف يطلعنا القاضي على القضيه في الجلسه حق يومنا هذا. اثنين، سيتم الفصل في الطلبين المقدمين للمحامي المتهمين واللي هو إعادة تشريح الجثة وبث فيلم مسرح الجريمة في المحكمة ثاني مرة. وقد عرض الطلب الثالث تقديم محامين المتهمين الشهود حسب إفادتهم لديهم شهود. فبدينا اليوم الجلسة، عرضوا أحد الشهود إنه لم يتمكنوا من حضور بقية الشهود كامل، إنه عرضوهم اليوم وإنه الشهود خائفين وإنه يعني أعذار. احد الشهود اللي حاضروا انه طبعا هو اقارب صبار الهدالي الذي هو ابن خال السباعي، وقد طعنا في شهادته. طبعا هذا الشخص ايضا حصلت اشكال بيننا وبينه في الجلسه السابقه امام المحكمه وتم ضبطه من قبل ضابط الامن المحكمه وطلب القاضي عمل له محضر، يعني طعنا فيه. الشيء الثاني، تفاجات اليوم انا انه القاضي عدل لم يفصل بالطلبين، هناك شاشه دخل وقام بعرض الفيلم. قبلنا ذلك وعرض الفيلم بالبقي بالتفصيل حتى الظهر. طلب القاضي استراحة وكنا نتوقع انها استراحة كما فعل القاضي احمد شرف الدين محكمة اولى درجة اولى، كان استراحة بسيطة وعدنا الى استكمال بقية الفيلم، ولكن تفاجأنا انهم عادوا الى الساعة 3 وبدوا تشغيل الفيلم ثاني مرة. انتهينا الساعة 4:30، عاد الفيلم لم ينتهي، باقي ساعة وشوية، ساعة و11 دقيقة. توقف القاضي، اعتقد انه عند رغبة محامين المتهمين، طلبوا تأجيل الجلسة الى الجلسة القادمة بقية الفيلم، ونفس المقرر انه تأجيل عرض بقية الفيلم الفيديو الى الجلسة القادمة والفصل بالطلبات، نفس القرار والفصل بالقرار بالطلبات المتهمين، وعلى محامين المتهمين احضار بقية الشهود حسب طلبه، يعني بحسب طلبه بإحضار بقية الشهود للجلسة القادمة. وحدد الجلسة القادمة يوم السبت، طلبنا منه يا قاضي كونها قضية مستعجلة فيجب أن تنظر بأسرع وقت، كونها قضية مستعجلة وقضية رأي عام. قال القرار يعود لي ومصمم على هذا الكلام إنه يوم السبت القادم، بينما المحكمة الابتدائية كان في الأسبوع تعقد جلستين، هو سبت وأربعاء وفي نفس القاعة، وفي نفس القاعة، إلا أن هذا القاضي مصمم أنها تقوم من السبت السبت. أنا أناشد مجلس القضاء الأعلى، أناشد الحكومة السياسية في صنعاء، أناشد وزير العدل كون القضية قضية ريع عام وقضية مستعجلة أن يراعونا في هذا الجانب. فأصبح الآن كأنها ليس قضية مستعجلة. معاملتنا من قبل القاضي أنا ليس عاجب لهذا الكلام. يعني كما أناشد الشعب اليمني بالوقوف إلى جنبي ومؤازرتي. أطلب من جميع أبناء الشعب اليمني الشرفاء مؤازرتنا في قضيتنا هذه. فأنا ليس عاجبنا هذه المحاكمة وليس عاجبنا ما يتخذ القاضي من قرارات داخل المحكمة، برغم أنه يعني اليوم يكرر نفس القرارات اللي اتخذها في الجلسة السابقة، اليوم نفسها يكررها، أنه الاطلاع على القضية، أنه سنصل بالطلبين المقدمين واستكمال بقية الفيلم وإعطاء الشهود، وهكذا شوفوا كل جلسة يطلبوا لي شهود، كل جلسة يطلبوا لي شهود. أنا أشوف بأن القضية طالت. مرة أخرى أناشد مجلس القضاء الأعلى، أناشد وزير العدل بالتدخل السريع والوقوف إلى جانبنا كون القضية قضية مستعجلة وقضية رأي عام، كما أناشد أبناء الشعب اليمني كافة جميع الشرفاء الوقوف إلى جانبنا في قضيتنا هذه ومساندتنا، كون قضية عبد الله الغبري ليس قضية عائلته، هي قضية كل يمني شريف حر. هذا وشكرا. قدم لك واحد من المقابل يتكلمون معاهم، قيل لهم انك ترفض مثلا اي حاجه تجيها ولا
طبعا هناك مغازلة من أحد أقارب السباعي وغير السباعي، وكما حدثنا اليوم أحد المحاميين بأنه أحد منا تدخل في المحكمة وقال قول الأستاذ وهيب ما فيش داعي للمحاكمة والمدري إيش والطلعة والنزلة، فلوسهم موجودة وأي مبلغ يطلبونه. فنحن نقول لهم نحن ليس لن نبيع دماءنا ولن نتاجر بدماءنا، نحن نرفض ذلك، نريد القصاص من هؤلاء القتلة المجرمين فقط لا غير.